بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية. وصلنا إلى القاعدة الخامسة من القواعد العشرين التي اختلف فيها أئمة المذهب، هل العبرة بصياغ العقود أم بمعانيها؟ ووصلنا إلى قوله، ومنها إذا قال إن أديت لي ألفا فأنت حر، فقيل هذه كتابة فاسدة، وقيل معاملة صحيحة. ومنها إذا قصد بلفظ الإقالة البيع، فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى، وقيل لا يصح نظرا إلى اختلال اللفظ، لأن العقود عندنا الشافعية بألفاظها لا بمعانيها. ومنها إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، ففي قول إنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ، وفي قول حوالة. وفي قول حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعنى، والأصح الأول أنه ضمان فاسد. ومنها لو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ، ففيه القولان، والأصح فساد، لأن في الإحالة لا بد أن يبرأ المحيل. ومنها البيع من البائع قبل القبض، قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا بالمعنى، والأصح لا نظرا إلى اللفظ. ومنها إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا وأوصى لهم، فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين، فيدخل فيه الفقير والمسكين والغني والأسير، كلهم في معنى واحد، ولا يشترط الاستيعاب. والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ، فإنه تمليك لمجهول. ومنها إذا قال خذ هذا البعير ببعيرين، فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى اللفظ، أو بيعا نظرا إلى المعنى؟ وجهان. ومنها لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه، فهل يقبل نظرا إلى المعنى أو لا نظرا إلى اللفظ؟ وجهان. ومنها هبة منافع الدار، هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا؟ وجهان حكاهما الإمام الرافعي رحمه الله في الهبة من غير ترجيح، ورجح البلقيني رحمه الله أنه تمليك منافع الدار، وأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع. ومنها لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف نظرا إلى المعنى؟ لأنه تعلق به منع أو لا نظرا إلى اللفظ، لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأكيد، بخلاف إن. وجهان الأصح الأول، فهل هو حلف نظرا إلى المعنى؟ لأنه تعلق به منع أو لا نظرا إلى اللفظ. والأصح الأول أنه حلف. ومنها لو وقف على دابة فلان
فالأصح بطلان البطلان نظرا إلى اللفظ، والثاني يصح نظرا إلى المعنى ويصرف في علفها. فلو لم يكن لها مالك بأن كانت وقفا، فهل يبطل نظرا لللفظ أو يصح نظرا للمعنى؟ وهو الإنفاق عليها، إذ هو من جملة القرب، وجهان حكاهما ابن الوكيل. القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن. العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ قولان، قال في شرح المهذب: والترجيح مختلف في الفروع. فمنها: هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن إن قلنا عارية؟ نعم. أو ضمان؟ فلا، لأن الضمان لا بد أن يبقى إلى أن يرجع المال أو الدين إلى دائنه. وإن قلنا إنها عارية، نعم، أو ضمان، فلا، وهو الأصح، أو أنه ضمان، والراجح فيه أنه ضمان. ومنها: الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان، لأن ضمان المجهول لا يجوز، والثاني لا، بناء على العارية. ومنها: هل له إجبار المستعير على فك الرهن إن قلنا له الرجوع؟ فلا، وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا، بخلاف المؤجل كمن ضمن دينا مؤجلا. لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته. ومنها: إذا حل الدين وبيع فيه، فإن قلنا عارية رجع المالك بقيمته، أو قلنا ضمان رجع بما بيع به. ومنها: إذا حل الدين وبيع فيه، فإن قلنا عارية رجع المالك بقيمته، أو قلنا ضمان رجع بما بيع به، سواء كان أقل أو أكثر، وهو الأصح. ومنها: لو تلف الرهن تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية، ولا شيء على قول الضمان، لا على الراهن ولا على المرتهن، لأنه لم تثبت إليه اعتداء أو تقصير. والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه، إذا كذا قال الإمام النووي إنه المذهب، فقد صح هنا قول العارية: تلف بتقصير فإنه ضامن. ومنها: لو جنى، أي العبد، فبيع في الجناية، فلو على قول الضمان لا شيء على الراهن، وعلى قول العارية يضمن. ومنها: لو اعتقه المالك، فإن قلنا ضمان فهو كاعتاق المرهون، قاله في التهذيب، وإن قلنا عارية صح وكان رجوعا. ومنها: لو قال ضمنت مالك عليه في رقبة عبدي هذا، قال القاضي حسين رحمه الله: يصح ذلك على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن. تنبيه: عبر كثيرون بقولهم هل هو ضمان أو عارية؟ قال الإمام أي الجويني رحمه الله: العقد فيه شائبة من هذا وشاهبة منها، فيه معنى الضمان وفيه معنى العارية، وليس القولان في تمحض كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو، فلذلك عبرت به. وكذا في القواعد الآتية: القاعدة السابعة: الحوالة
هل هي بيع أو استيفاء في خلاف. قال في شرح المهذب: والترجيح مختلف في الفروع، فمنها ثبوت الخيار فيها، الأصح لا بناء على أنها استيفاء، وقيل نعم بناء على أنها بيع ويثبت فيها الخيار، والقولان موجودان. ومنها لو اشترى عبدا بمئة وأحال البائع بالثمن على رجل ثم رد العبد بعيب، أو تحالف أو إقالة ونحوها، فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء، والثاني لا بناء على أنها بيع. فإذا بطل هذا بطل هذا. فالأظهر البطلان على أنها استيفاء، والثاني لا يبطل بناء على أنها بيع. ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه، وجهان. قال في التتمة: إن قلنا استيفاء جاز، أو قلنا بيع فلا، كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، والأصح الجواز. ومنها لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له ضامنا، فوجهان: إن قلنا بأنها بيع جاز أو استيفاء فلا ضمان، والأصح الثاني أن يقيم له ضامنا على أنها بيع لا استيفاء. ومنها لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع، فكيف يحيل على شيء لا دين لك عليه؟ والثاني يصح بناء على أنها استيفاء. ومنها في اشتراط رضا المحال عليه إذا كان عليه دين، وجهان: إن قلنا بيع لم يشترط لأنه حق المحيل، فأحال بحقه لرجل آخر فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير، وإن قلنا استيفاء اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه، والأصح عدم الاشتراط لأنها بيع. ومنها نجوم الكتابة في العبد في صحة الحوالة بها، وعليها أوجه: أحدهما الصحة بناء على أنها استيفاء، أن العبد أحال ما لسيده عليه إلى شخص آخر، والثاني المنع بناء على أنها بيع، والأصح وجه ثالث وهو الصحة بها، الإحالة بها لا عليها، لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره، والحوالة عليه تؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره. وفي الوسيط وجه بعكس هذا، والأوجه جارية في المسلم فيه. ومنها قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة أي الساعي جاز إن قلنا استيفاء، وإن قلنا بيع فلا، لامتناع أخذ العوض عن الزكاة. ومنها لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء، والثاني نعم يحق له الرجوع بناء على أنها بيع. ومنها لو قال رجل لمستحق الدين: احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان، احتل علي بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه، فرضي واحتال،
وأبرأ المدينة، فقيل يصح، وقيل لا، بناء على أنها استيفاء، إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه ذكره في السلسلة. ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع لا، والأصح المنع كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب. لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا يصح الإحالة، والأصح منع الإحالة كما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب. القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ قولان، والترجيح مختلف في الفروع. فمنها الإبراء مما يجهله المبري، والأصح فيه التمليك، فلا يصح الإبراء مع الجهالة. ومنها إبراء المبهم كقوله لمدينيه أبرأت أحدكما، والأصح فيه التمليك، فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد منهم عبد فقال ملكت أحدكما العبد الذي في يده، لا يصح، لأن إبراهيم المبهم لا يجوز. وأي وملكت أحدكما العبد الذي في يده، فلا يدري أي عبد هو. ومنها تعليقه والأصح فيه التمليك، فلا يصح تعليق الإبراء، لا يصح لأن فيه معنى التمليك. ومنها لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير وأصل الروضة في الوكالة فيصح. ومنها اشتراط القبول، والأصح فيه الإسقاط فلا يشترط. ومنها ارتداده بالرد، والأصح فيه الإسقاط فلا يصح لأنه صار بمنزلة الهدية فلا يصح الرجوع فيها. ومنها لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه، أي أبوه، وهو لا يعلم موت الأب فبان ميتا، فإن قلنا إسقاط صح جزما أو تمليك ففيه الخلاف في من باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. ومنها إذا وكل في الإبراء فلا صح اشتراط علم الموكل بقدره دون فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره إذا وكل في الإبراء فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره لأنه أبرأ شيئا يعلمه دون الوكيل. الوكيل ما هو إلا ناقل الخبر، بناء على أنه إسقاط، والإسقاط يكفي فيه الإخبار. وعلى التمليك عكسه لا بد أن يكون الرقم الذي أبرأه معلوما، كما لو قال بيع بما باع به فلان فرسه، فأنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل دون الموكل. فهنا رضي الموكل بالثمن الذي باع به فلان، ولكن الوكيل لا بد أن يكون عالما بكم باعه حتى يصح، لأن البيع تمليك. ومنها لو وكل المدينة ليبرئ نفسه صح على قول الإسقاط وهو الأصح وجزم به الغزالي،
كما لو وكل العبد في العتق والمرأة في طلاق نفسها. ولا يصح على قول التمليك لاتحاد القابل والموجب، كما لو وكله لبيع ليبيع من نفسه. لا يصح اتحاد القاعدة اتحاد القابل والموجب لا يصح. ومنها لو أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول الإسقاط، ولا على التمليك، ذكره الرافعي. وقال النووي رحمه الله: ينبغي أن لا يكون له رجوع على القولين، كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب. القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قولان، والترجيح مختلف في الفروع. منها: لو اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم العبد ثم أراد الإقالة، فإن قلنا بيع لم يجوز أن يبيع العبد المسلم من الكافر، وإن كان فسخا جاز كالرد بالعين في الأصح. ومنها: الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها بناء على أنها فسخ، والثاني نعم بناء على أنها بيع. ومنها: الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنه فسخ، والثاني أنه يتجدد بناء على أنه بيع. ومنها: إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس، أي تقابض العوضين، بناء على أنها بيع، فالبيع لا بد له من التقابض في المجلس، ولا يجب بناء على أنها فسخ، وهو الأصح. ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا، لأنه لا معنى للإقالة حينئذ. ومنها: تجوز الإقالة في السلم قبل القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح، وإن قلنا بيع فلا. ومنها: لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز إن قلنا أنه فسخ وهو الأصح، ويرد مثل المبيع أو يرد قيمته، وإن قلنا بيع فلا. ومنها: لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ وهو الأصح، وعلى مقابله لا. ومنها: إذا تقايلا، أي البائع والمشتري، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، لأنه بالإقالة يبطل البيع فينفذ تصرف البائع فيه بأن يبيعه من آخر على قول الفسخ وهو الأصح، ولا ينفذ على قول المبيع لأنه ليس في يده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ما لا ينبغي أن لا يبيع قبل القبض. ومنها: لو تلف في يده بعد التقايل فسخت إن كانت بيعا وبقي البيع الأصلي بحاله، وإن قلنا فسخ ضمينه المشتري كالمستلم وهو الأصح. ومنها: لو تعيب في يده غرم الأرش، أي النقص، على قول الفسخ وهو الأصح، وعلى الآخر يتخير البائع. لو تعيب المبيع في يده أي المشتري غرم النقص أي الأرش على قول الفصل
على القول الفسخ وهو الأصح، وعلى الآخر يتخير البائع بأن يجيز ولا أرش له أو يفسخ ويأخذ الثمن لأنه بيع. ومنها لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح، أو بيع لا لأنه استخدم حقه. ومنها لو أطاع البائع، لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري فإن هذا العيب كان بسبب المشتري، فلا رد له إن قلنا أنه فسخ وهو الأصح وبه عيب، فالعيب حدث عند المشتري فلا تصح الإقالة لأنها فسخ. وإن قلنا بيع فله الرد ويأخذ الأرش أي النقص. القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد. الصداق المعين كان يكون فرسا قال لهذه الزوجة أن هذا هو المهر لك في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد قولان، والترجيح مختلف في الفروع. فمنها الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على ضمان العقد، لأنه لا يصح بيع الشيء قبل قبضه، فالمضمون به على أنه ضمان عقد. والثاني يصح على أنه أمانة في يدي بناء على أنه ضمان اليد. ومنها الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أدلفه الزوج قبل قبضه، والرجوع إلى مهر المثل إن لم يكن له مثله، فيرجع فيه إلى بناء على ضمان العقد. والثاني لا، ويلزم مثله أو قيمته بناء على أنه ضمان اليد لأنه لم يتعد عليه، فصار حكمه كالأمانة. ومنها لو تلف بعضه انفسخ فيه لا في الباقي، بل لها الخيار في قبوله ورده، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل لأن هذا الضمان المعين، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل لأنه على قول ضمان العقد وهو الأصح، وإلى قيمة العبدين على مقابله، وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل على الأصح وإلى قيمته على الآخر. ومنها لو تعيب أي الصداق المعين فلها الخيار على الصحيح، لأن قبوله بشرط سلامته وفي وجه لا خيار على ضمان العقد، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر، وإن أجازت فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض، وعلى ضمان اليد لها الأرش أي النقص. ومن المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد، ويضمنها بناء على ضمان اليد لأنه هو المقصر. ومنها لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد كأن أنجبت الفرس، فالفرس ولدها لها، وكان ذلك المهر المعين في يده كالأمانة، فلا الأصل والفرع ولا ضمان، وعلى ضمان العقد وجهان كالمبيع. ومنها لو أصدقها نصابا من مال ولم تقبضه حتى حال الحول، وجبت عليها الزكاة في الأصح كالمغصوب ونحوه، وفي وجه لا بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض،
لأنه لم يستقر الملك فيه. فقد صح هنا قوله فقد صحح هنا قول ضمان اليد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.